كنت بتطير العقل يعني ما لخت يارا بس من برا من برا كيف يعني من برا يعني هي صحيح عمرها كبير يعني بحيطان السبعين بس لسه مثل الصبايا صبيه اكثر مني ومنكم العيوز متصابيه لا مو قصدي انها متصابيه بس روحها بتحسي روحها روح شباب بتعرفي سموحه والله شحيتيني اتعرف عليها ايوه انا كمان سموحه هيك كاركتر بيساعدني كثير لاكتب شيء كثير حلو ما تكوني عم تفكري تكتبي مسلسل عنا ايه وليش لا حبيبتي ومش بعيده انت تلعب الدور والله شو نريمان خان وما تكوني مفكرتيني صرت بحيطان السبعين ليش حبيبتي مش سمعانه بشيء اسمه ميك اب لا والله يا سلام انت بالذات اللي تكلمين على الميك اب والله شو يعني بدك تكبريني مشان الدور معقوله انا اخذ دور وحده عمرها 70 سنه اي صح لك حبيبتي انا الحق علي عم امل لك فرص طولوا بالكم معقولة عم تتخانقوا على دور لسه ما انكتب هلأ انت عم تأمني لي فرص ما تكوني مفكرة حالك انه قاتلي حالي على هيك دور حبيبتي معك 5 ثواني لتعتذري مني والله انا ما غلطت اعتذر منك باقي ثانيتين خلص الوقت كرمالي مدتي لها المدة لبكرة نيفر ايفر حبيبتي ايه ما رح اعتذر لو مدتي لي المهلة لبكرة ها شفتوا بعيونكم شفتوا ميدي حبيبتي هديلي اعصابك شوي القصه مو مستاهله والله سوء تفاهم بسيط حبيبتي هذا مو سوء تفاهم هذا سوء تفكير قصر نظر غباء تاريخي عن اذنكم اكلتها سبوحه جيت انا وميدي على دبي لحتى نلاقي شغل كل وحده باختصاصها وفكرنا انه الامور رح تكون كتير سهله بس استنتجت انه رح نتعذب كتير لحتى نلاقي شغل يعزز مستقبلنا انا وهي وبصراحه تعبت كتير يا حبيبتي لازم الإنسان طالما هو عايش لازم يتعب علشان يحقق طموحه الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة أنا أدري ما ألومكم الغربة وايد صعبة وبعدين مدينة مثل دبي مدينة كبيرة ولكل الجنسيات مثل ما أنتي شايفة يعني التنافس فيها كثير بس الشاطر اللي يقدر يشق طريقه بالصبر بس أنا صبرت كتير يا حليلك يا سموحة اللي يسمعك يقول عمرك 70 سنة تو الناس يا ماما المشوار قدامك وايد طويل طب شو بدي أعمل لحتى أقصر شوي الطريق شوفيني أنا نموذج قدامك أنا ما حققت أحلامي كلها إلى الآن أنا متفائلة طالما أنا عايشة راح أظل أتفائل أني أحقق أحلامي قولي ليش لأن الأحلام وجدت لتتحقق سميحة لازم تتغلبين على هالصعاب وتخلينها قدامك تجارب تستفيدين منها عشان تقويك وتحققين حلمك انا كثير حبيت حكياتك ماشي زين قومي انا ودي احقق حلم واحد من احلام المراه شو هو تسوق قومي نانا لا تزعلي مني بس انت غلطانه هلا كلكم صرتوا ضدي مين كلنا ليان قالت لي نفس الحكي طب شو معناته هاد انا ما غلطت كل قصدي كان اعطيها دور عمره
هلا دور عمرها، دور وحدة عمرها 70 سنة؟ 73 سنة، بعدين ما تنسي هيدا الدور بده ممثلة قوية. طيب ما اختلفنا، بس ميديا لهلا ما أخذت دور وحدة بعمرها. هلا من الآخر شو بدك يعني؟ بدي إياكي تعتذري منها. ما رح أعتذر. لا بدك تعتذري منها، ليكي أنا هلا بدي أنزل وطلعها على السوق، بتكوني غيرتي رأيك وحسمتي أمرك، فهمتي؟ ما رح أعتذر. لا بدك تعتذري. ما رح أعتذر. آخر كلمة ها. وما رح أعتذر ها؟ جربي هذا شوفي. حلو والله. بيعطي لمعة قوية بس. هذا بنحط فوقه ولا قبله؟ شوفي هذا أهم شيء لأنه هذا كريم النهار. سجلي هذا عندك، هذا واحد. وهذا بس هذا لليل. طيب لازم نستعمله. هاي تحت العين ها؟ وهذا نستعمله، هذا أهم شيء، هذا بين العصر والمغرب. تعرفين هاي الغنية؟ ما أعرف الأغنية هاي، أفعد شزعل من اشترى. ليه أنا شو حكيت؟ لأن أنا ما في أغنية في الدنيا ما أعرفها. هذه أولاً. وثانياً؟ ثانياً إن اللي غنت هاي الأغنية أساساً صاحبتي الروح بالروح. أها. لا تقولي لي سميرة توفيق. إلا سميرة توفيق طبعاً. ذكريني عشان أثبت لك هذا الكلام. شوفي داخل أراويك الصور أنا وياها في مسلسل فارس ونجود. ليش أنت شو لك علاقة فيها؟ وسموحة ما تعرفيني للحين. أنا مثلت معاها في الحلقة التاسعة يمكن 7 مشاهد. عم تمزحي؟ أنت تمثلي؟ يا ريت يا ريت كملت، كان استويت الحين سوبر ستار. إيه ستار. وينك يا ميديا؟ تيجي تسمعي. شو بنت حلال مو معقول. إيه ميديا. تدرون عاد؟ عقب مسلسل فارس ونجود جاني دور في مسلسل وضحى بن عجلان. واو. إيه وعملتيه؟ لا رفضته. ليش رفضتي؟ لأني أنا مو بويه مرمطة وبهدلة مالت مسلسلات البدوية بصراحة. وبعدين كانت صبوحة عازمتني على سفرة تينن أستراليا، فقلت هذه عاد فرصة ما أبغي أضيعها. بس ديعان هالمسلسل أخذ ضجة فظيعة بزمانه. عندك حق، بس أنا عمري ما أندم على شيء فات، وكانت هذه السفرة لأستراليا هي السبب إن أنا تعرفت على رشدي. من رشدي أباظة؟ لا رشدي هذا أول واحد أنا تزوجته. سميحة ذكريني اللي ردينا البيت أراوي صورتي مع رشدي أباظة. عن جد؟ رشدي أباظة ما غيره؟ إي نعم رشدي أباظة. إلا صدق ما سألتكم أنتوا شاين تسوقون اليوم؟ ميديا خطبتها بآخر الشهر على وسام، عشان هيك عم تعمل شوبينج. لا لا تقولينها. وليش بقى؟ أنتي مجنونة؟ أنا مجنونة؟ اسمحي لي انا اكلمك كذي بهالطريقه، بس بصراحه انا ابغي مصلحتك. مصلحتي انا؟ حبيبتي انت فنانه نجمه كبيره، يعني حلم، يعني حرام ترتبطين الحين. بس يا صبوحه هي ووسام بيحبوا بعض. يخلي يحبون بعض لين ما يشبعون، هذا شيء ثاني. بصراحه انا اشوف ان تو الناس يعني على الارتباط. طيب ليش يا ميديا؟ يا حبيبتي كل نجمة حلم كل المعجبين اللي حواليها، يعني مثل النجمة اللي في السماء كل الناس ما تقدر تطولها، لكن متى ما نزلت الأرض وارتبطت يعني خلاص تبخر هذا الحلم، يعني تحولت من كائن فضائي إلى كائن أرضي عادي مثلها مثل أي أحد. إيه؟ إيه خليك حلم، خليك فوق في السماء، تو الناس تنزلين الأرض لاحقة. ايه بس هي ما حتتجوز هلا، يعني بس خطبه. ايه يعني معناها ترتباط بعشو. يعني انا هلا برايي كائن فضائي. انتي قولي لي الحين ليش عبد الحليم حافظ مثلا هذا العندليب الاسمر ما ارتبط؟ قولي ليش. ليش؟ وهي سميحه ذكريني ان شاء الله براوي صوري بعد مع عبد الحليم حافظ في البيت. عن جد؟ سميحه كملي صبوحه، ليش العندليب الاسمر ما تجوز؟ قلتي لي شفتي، لأنه هو كان عارف أن 3/4 جمهوره من المراهقات والمعجبين فيها ذيلة اللي يسمعون أغانيه ويلسون بس يحلمون فيه، عارف أن إذا نزل على الأرض وارتباط خلاص يعني ما في فايدة، فقد جمهوره هذيلة كلهم، لذلك هو كان ذكي، كان يبغي يحافظ على جمهوره هذيلة المراهقين، لذلك تم فوق ما نزل على الأرض. مظبوط. علشان كذي أنا أبغي مصلحتك، سمعي كلامي،
خليك حلم مثل عبد الحليم حافظ ولا تغلطين غلطة اسمهان. شو مشروعكم اليوم؟ رايحين لعند ليان على السنتر. إيه والله تعالوا ويانا. لا خلينا نحن صعب بدنا نعمل شوبينج لأنه. سبحتي خلينا نمشي. أوكي أنا وايد تشرفت بمعرفتكم وإن شاء الله عاد أشوف الصبايا مرة ثانية كلهم. أكيد ونحن تشرفنا. يلا مع السلامة. باي باي صبايا. باي باي حبيبتي. هاي ايه شوفي شوفي. لا انت عن جد صار لك شيء؟ شبك وين صفنتي؟ شو ليكي؟ لا انا خايفة عليكي خليني اطلب الحساب. بليز اكسكيوز مي ذا بيل. هذا اللي صار معي بقى. شو رأيك انت؟ شو؟ يعني الحق علي وانا لازم اعتذر؟ طيب اوكي هلا برجع بحكيك بعدين يلا باي. ما رح اعتذر ما رح اعتذر وما رح اعتذر. هلا والله مدام صباح تفضلي. الله يحييك حبيبتي. عاد شوفي علشان نحن نكون رفيجات ومن اولها تناديني الصبوحه. هذه لا اقرب اصدقائي دلعوني بصبوحه. اكيد ولا يهمك صبوحه. وليكي كمان رح اقول لك شغله. انا السميحة على كتر ما حكيت لها لصبوحتي عن المركز حبيت تجي تجربه وتتدلل عنده. أكيد تتدلل تتدلع تامر أمر بعد. اعتبري هذا المركز بكبرى مالك وأزيدك من شعر بيت بنتك من أفضل الزباين عندي. صحيح؟ طيب جيد حبيبتي. أنا لو سمحتي أبغي أسوي مساج وأبغي ميكب نهاري. أكيد تامرين أمر أحلى ميكب نهاري لك. بس شوفي حبيبتي لا تزعلين عادة. أنا لازم أعرف شو المواد اللي أنتوا تستخدمونها. يعني اكيد المواد اللي احنا نستعملها هني في المركز من اهم الماركات العالميه لتشلينهم. سامحيني علشان انا ما اقدر احط اي مواد على وجهي اخاف على بشرتي لان في مستحضرات مو بحلوه في صالونات تستخدمونها. يعني اذا انت تبين نقدر نراويك كل المواد اللي عندنا وانت اختاري اللي يناسبك. ممتاز. ميدو شبك انت؟ شو صار لك؟ كيف هيك قلبت لك عقلك بقعدة واحدة؟ حبيبتي مو مهم من قعدة واحدة ولا من قعدة مية، المهم انه كلامها صح 100%. يا سلام. ايه وشو ناوية تعملي بقى؟ حبيبتي بدي اعمل مثل نظرية عبد الحليم حافظ واكيد ما رح اعمل مثل نظرية اسمهان الله يرحمها. ميدو انت فيكي شيء؟ طالعة حرارتك؟ لا. خطبتك اخر الشهر. شو ايه ايزي حبيبتي بتتأجل خطبتي. ايه وسام شو بدك تقولي له؟ حبيبتي وسام لازم يقتنع بنظرية عبد الحليم حافظ. لازم يخليني نجمة فوق ما يهبطني على الأرض. إيه لا بقى أنت أكيد جنيتي. ميديا أنا حقلك كلمة حطيها حلقة بإذنك. أنت عم تغلطي. رح أغلط إذا ما سمعت كلامها لصبوحة حبيبتي. فالج لا تعالج عن جد. ليكي أنا موعدي حسام لازم روح لعنده تأخرت كتير. أنت شو حتعملي؟ ما بعرف رح أبرم هون شوي بالمول وبعدين بطلب كومار. خلص روحي انت. طيب حبيبتي باي. بس مو كأنها زبونة وايد متطلبة. صبوحة يا حرام عليكي على فكرة وايد 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 بتحب تدلل حالها. واضح. بس سموحة انت مرتاحة في الشغل معاها؟ اوبس كثير على فكرة. انا هاي المخلوقة بتخليني اتفائل بالحياة تخليني اشوف الحياة من منظر ثاني. هي والله يا ريت كل اللي في عمرها يفكرون شراتها. ليان المدام صباح بدها من هذا الفون تحديدا. اوكي اطلبي لها اياه حالا. طيب ما عليه يطلع له قولي لي يا حرام. كومار يس ماما. لا انت بتسمع اغاني شي؟ اوف كورس ماما. طيب مثل شو عندي مثلا؟ يس ان انديا فيري 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 جود سينجل اسم ناتاشا. تاشا ايه وهي ناتاشا ما بعرف شو مطرب ولا مطربه؟ مطرب ماما. مثل حسام يعني؟ لو ماما مثل ماما ميديا. مطربه يعني؟ لا هو مطربه. ماشي. طيب دخلك هي متجوزه ولا لا؟ ناتاشا نو هازبند ماما. يعني بشعة مثلا هي ولا ما اجاها عرسان؟ Very 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 beautiful Natasha. 10 billion نفر in India يهوب تجوز ناتاشا. But Natasha said no.
200 بليون نفر راقين وراها، ونفر واحد مثل ويسام. لك يضرب حظي يضرب، يضرب حظي يضرب. اوف سلامي ماما، مين ضرب؟ كل عيي. شو رأيك استاذ روجي؟ استاذ روجي؟ نعم. شو رأيك؟ أنسي نارا. نانا. نانا نانا، أنا شو قلت؟ نارا. نارا، عفواً، أعذريني شوي، هيك شوية مشاغل براسي. أنت بتثقي برأي شيء؟ طبعاً أنا اللي بوثق برأيك. أنت غلطانة. أنا؟ طبعاً أنت. هلا نظرياً أنت ما كان قصدك تجرحيها لميديا، بالعكس أنت كنتي حابة تساعديها. طبعاً. أها، عم أقول لك. بس عملياً أنت مشيتي بعكس الاتجاه. كيف يعني؟ راح أشرح لك كيف يعني. يا أنسي نانا، بالنسبة للنجمات والستارز عادة بيحبوا يلعبوا دور أصغر من عمره، سبحان الله بيحبوا يصغروا حالهم. هلا بالنسبة لميجيا ميرنا ميديا نعم ميديا ميديا ممكن تقتنع بكلامك بس مو هلا نوب. أي متى لكن؟ بعد شي 10 20 30 40 سنة مثلا. يعني إذا عرضت علي هذا الكاركتير بعد 40 سنة بتقبل؟ maybe yes maybe eh maybe أكيد sure. تتشكرك كمان. طيب شو بنعمل هلا؟ اعملي شاي. انت بتثقي برأي شي؟ يا استاذ روجي ما بتعرف انت قديش انا بوثق برأيك. اعتذري منا. طيب انه اذا انت لقيت انه لازم اعتذر انا رح اعتذر. طيب اوكي خلينا هلا نحكي بالبزنس. اي بزنس؟ انت مو على اساس عم تكتبي مسلسل لصباح؟ مين هاد بده اخرجه؟ ايه اكيد انت بدك تعمل له الاخراج، بس بدك تنطر شوي لانه اجلته بعد 40 سنه. حلو 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 كثير. خدي بوزيشن بليز لهون شوي. ايوه. عم امزح معك مشان شوف هالابتسامة الحلوة. هي شو قلتي لي بتسوين في ظفورك؟ بدي اعمل مانيكير وبديكير. زين شو تبينهم؟ اكريليك، جيل، ناتشرال؟ ناتشرال. حبيبي؟ بس ما بدي مواعيد. انت تاخذي مواعيد؟ انت تمرين من دون مواعيد. صبايا صبوحة عزمتكم بكره لعندها على الفيلا. وشو المناسبة؟ هيك كتر ما حكيت لها عنكم حبيت اتعرف عليكم. حياتي حتى انا حبيتها. بعكسي تماما، ما حبيتها بنوب. وليش بقى؟ من بعد ما حاولت تخرب بين ميديا وسام ما بعرف كرهتها. ايه هي ما غلطت، كانت عم تعبر عن رأيها. هي ويمكن تكلمت بحسن نية. عن جد؟ ايه ماني رايحة. ايه بس حسام رايح. ومين عزمه لحسام؟ انا كمان حكيت لها عنك وعن حسام وقالت لي عزمي، دقيت له عزمته وقال لي انه بده يجي. غريب، مع انه هلا حكى معي ما جاب لي سيرة. ايه طبعا حبيبتي ما بدي اجيب لك سيره لانه كان عامل لك اياها سربرايز، بس انت ما بتخيلي السربرايز مطرح. طيب سموحه؟ ايه اذا حسام رايح بروح. يقبض يب. ميديا صدقيني انا بحبك. وعندي هيك بالدنيا. وهديك المره لما حكيتك ما كان قصدي اجرحك. ميديا ليش ساكته؟ بشرفك ولو احكي لك شي كلمه. يا اختي سبيني. معك حق تاخذي مني هيك موقف. لك يا ريت انقطع لساني قبل ما احكيكي هيك حكي. انا اوقات مثل الهبله مدري شو بحكي. سوري ميدو. سوري على شو؟ على الحكي اللي قلت لك يا الصبح. اي حكي؟ لك شو بك ميدو؟ نسيتي شو صار بيناتنا الصبح؟ نانا فينك تذكريني؟ لما اقترحت عليك تلعبي دور وحده مثل صباح وانت زعلتي. انا اسفه نانا، عن جد ما كان قصدي. انت اسفه على شو؟ بصراحه انا كثير سرعت اليوم الصبح لما حكيت هذا الحكي. انا شرف كبير بالنسبه لإلي اعمل دور لشخصيه مثل صباح. لك هي ست مقدره ولازم تكون قدوه لإلنا كلياتنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا نانا أرجوك سامحيني. خلص سمحتك بس آخر مرة. يا حبيبة قلبي قديش قلبك طيب.
وقديش أنا شريرة. نأجل الخطبة؟ ليش؟ وسام، صار لي سام اشرح لك ليش. أنا بدي ضل حلم لكل الشباب، بدي يكون فوق ستار كبيرة وكائن فضائي، ما بدي أنزل على الأرض، ما بدي أغلط غلطة أسمهان، بدي يكون مثل العندليب الأسمر. طيب لأيمتى بدك نأجل؟ هو طالما نحن حابين بعض خلينا نعيش هذا الحب، يعني ليش نكون مستعجلين على الارتباط؟ ميديا أنا معك، أنا مستعد استناكي كل العمر. عن جد؟ طبعا عن جد. وسام أنا يوم عن يوم عم اكتشف فيك شغلات جديدة، عن جد أنت إنسان عظيم. أنا بحبك وسام، غرامك أحلى غرام. وريهم. شوفي شوفي هاي صورتي أنا ووردة الجزائرية وبليغ حمدي قبل ما يتزوجوا. مثل القمر. ميرسي حبيبي. واو عن جد حلوة كتير. إيه أيام عاد شباب. ليه هلا لاقيك ما احلاك قليلي شباب؟ عن جد كل مالك عم تحلي. حبيبتي حلا الدنيا. شوفي تعرفين هاي منو؟ هذه فايزه احمد ومحمد سلطان وانا، هذا بعد ما تزوجوا. ما شاء الله ما شاء الله. انت احلاهم؟ عن جد احلاهم. حبيبتي الله يخليكم يا رب. ليان ابغي اوريك هاي الصوره، هاي الصوره وايد عزيزه علي. هاي انا وصبوحه وسيم طباره بتلفريد بجوليا في لبنان. شوف راويها. واو وايد حلوه الصراحه، تجنن. مشكوره يا حبيبتي. شو يا لانا؟ اتصارحتي مع ميديا؟ بس كيف عرفتي بقصتي انا وميديا؟ انا حكيت لها. ايه مش الحال. الحمد لله. شوفوا يا صبايا، احلى شيء في هالدنيا الصداقه. ايه واوعى تخلون الامور الصغيره هذه تدخل بينكم وتخرب صداقاتكم، ديروا بالكم على بعض. بصراحه في هالزمن صعب الواحد يلاقي صديق حقيقي. لك دخيل عينك يا صبوحه، شو بتفهم؟ كلام الجواهر يا ست صباح. هذه اللي بتزعلني، على شو اتفقنا؟ هي والله صدقك انا غلطانه، يا احلى صبوحه في العالم. وانت يا حسام ايش سويت في مشكله الجيتار مالك؟ ما تذكريني مشان الله. حسام من يوميتها مكتئب. لا يخسى الاكتئاب أفا عليك، مشكلتك إن شاء الله لها حل. كيف؟ الحين بتشوف. تقبري قلبي. إيه يا صبوحة الله عزيزة بتمنى أزور مع هالشوقات هي مكورة معي. اتفضل، هذا الجيتار كان لعمر خرشد. اهداني اياه قبل ما يموت بسنه. بس يا حسام ما تغلى عليك. والله صراحه عن جد مش عارف شو بدي اقول لك، انه خجلتيني كثير منك عن جد. صبوحه انت عن جد بتجنني. حبيبتي انتوا كلكم اللي تجننون، بس شوف عاد يا حسام دير بالك عليه، ترى وايد غالي عندي. والله لحافظ عليه برموش عيوني والله. صراحة احنا وايد مستانسين وياك وبعد مستحين يعني من اللي قاعده تسوينا ويانا. لا افا عليك لا تقولين كذي يا حبيبتي، نحن كلنا اهل صرنا خلاص. وانت يا ميدو شو صار بينك وبين وسام؟ قررنا نطبق نظريه عبد الحليم. والله شاطره كذي. وايد احسن. سميحه ابغيك شوي بعن اذنكم شوي. طبعا فورا. انا اذنكم شوي صبايا. تعالي سميحة. سامحيني حبيبتي أنا ما قدرت أكلمك قدام البنات لأني ما حبيت أحرجك. خير منام صبوحة قلي لي شوفي. لحظة. اتفضلي، هذا أجرك اللي اتفقنا عليه. إيه بس أنا لسه بكير لحتى آخذ أجري. أنا أدري حبيبتي، بس خذي الفلوس من غير ما تناقشيني. يسلموا إيديكي. بس فيني اعرف ليش عم تعطيني اياه من هلا؟ طبعا لاني انا ما ابغيش تشتغلين عندي من اليوم ورايح. ليش مدام انا بدر مني شيء لا سمح الله؟ لا ابدا، انت ما بدر منك الا كل خير.
بس كيف تشتغلين عندي وانتي صديقتي؟ انا مو بس صارت عندي صديقة واحدة، صاروا عندي 5 صديقات. ايه بس صبوحة انا كتير مبسوطة بالشغل عندك. ادري يا حبيبتي. سميحة انتي مكانك مو هني. روحي شوفي حياتك، روحي شوفي لك شغل يناسب امكانياتك، وخذيها مني حبيبتي، خذيها نصيحة من اخت. عمرك لا تتنازلين، لأن الحياة أكثر من أن إحنا نقضيها في تجارب كثيرة. صبحتي ما علي إلك شي؟ قولي حبيبتي. أنتي علمتيني كيف أتفائل بالحياة وكون إنسانة ناجحة ويكون عندي أمل. ممكن تاخدي المصاري ما بدي إياهم؟ وممكن أنتي تقبلينها هدية من أخت. أنا بحبك كثير حبيبتي. وأنا جمعتنا الصبر.